ما شاء الله المرأة ما بغاتنيش، كنت كارية عدا ما بغاتنيش، أي قالت لي خرجي عطيني تيسع معايا، ما تبركيش عدي هنا، وخرجوني وخرجت طحت في الزنقة، كنت نخلص الكرة ملي تخاصموا معايا صافي ما تليتش نخلصها، وخرجوني، ملي خرجت جيت لهنا نيشا، شديت الطاكسي وجيت لهنا نيشا. عند من؟ جيت هاد المرة هادي صاحبتي، وكنعرفها صاحبتي كنعرفها، كنجي عدا، جابني الطاكسي مهرسة، حدا مول مسمن. أها، علاش هرسة؟ مسمن والقهوة. وعلاش هرسة؟ هي تعاير وأنا تعاير ما بغاتش تسكت عليا، وشدتني العصا ونصرت لي العصا مريضة وضربتني بيها. هزوني الرجالة، لحقوني للدار. صلات فيا مهلية فيا مصبنا ليا ومعقماني دايرة ليا حتى حاجة ما مقصراها ليا. كنعرفها مدة طويلة مسكينة. وبقات مسكينة نهار جاب الله عدي تهرسات ولا حواد وكانت كاري عندهم. شد الطاكسي جات لعدي. عيط لي الراجل قال لي جاتني فوق أول كورونا، قال لي تعالي شي الحراره جات مهرسه، نكذب عليك واقفه هنا وكلش غندير. قلت واش غندير انا في الشلحه؟ مشيت عدى بقات تشوفي وشافتني هزت يدها عنقتني. الله بحال رمات عليك العار. جات صفرا 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 صمت النقطه تاع الدم ما فياش. قلت لها اش بغيتي الشلحه كورك شتي دا كورونا؟ قالت لي لا خويتي ما فياش. قلت لها نوضي؟ قالت لي ما قد بعدي باش نوض. المهم انت عاقت شي وحدين، قلت لي قال الراجل قال لي ديري هاد الحسنه ديري دخليها. عاقت شي وحدين هزوها جناها فرش لهنا في هاد البلايكسه، هي باقا في هاد البلايكسه. درت لها ليكوش شي شهرين، بقيت معاها نعاني معاها حتى صحت راه ولات شويه تدرج ولا تخرج ولا تاكل ولا تشرب. الحمد لله صعيب انا متيعلم بيا الله الواحد وحده. ظروفي مريضه، ظروفي عندي السلطان دايز مني السلطان، ظروفي عندي ركبتي داراني وباقا تنعاني نخرج للسوق ونبيع ونشري في الميكا، تنبيع مويكا راه السيكان وداك الشيء. الدريه عندي تا هي مريضه. باش مريضه الدريه؟ مريضه مرض نفساني، لا فات الدواء تقولك نتاحر. كاين الساعه اللي كترقد عام، الساعه اللي ترقد ربع شهر. بنتك؟ اه مسكين. لا ناط شهرين ترقد ربع شهر خمسه. لا وعاد نجي من السوق والله عاد نجي من السوق عاد نطيب لا هي ولا هي. يعني انت دابا اللي كتخدمي؟ انا اللي كنخدم. انا كاين مول الدار؟ لا ميته راه خلى عندها الدرك عندها عامين ونص. رانا في ديال الكحبه صبت عليا نهار الحد، رانا قنت من تما انا مريضه. هذه تا هي رقدت لي سيمانه. قلت لها انت في الطبيب؟ قالت لي لا ما تدينيش ابني قلت للطبيب خليني هنا. ايوا راني مريضه وكنعاني مع الدريه ونعاني مع راسي ونعاني مع هاد المراه. نص ما قضيتش اللوحه ما عندها حتى واحد في الدنيا. قلت لهم خليها عندي ما عندي ما ندير في الدنيا اخر موت. انا المناعه انا العذاب عندي ملي كنت صغيره، ملي كنت طفله صغيره يجيبش مع ما كانش معايا، كنت مع عمامي وداك الشيء. ملي وصلت 12 عام مرات بهذا الاكتئاب، مرات ومن تما وانا كنعاني وكنعاني بالفلوس. بعت الحوايج من فوقي بعت وبقيت نعاني، كنمشي لبني ملال وعدي الدواء غالي وعدي لا قطعتو تنبغي نتاحر. غير 15,000 11,000 كل مره كنشري، كل مره كنشري. هادي ما هادي راه ما كديش الجثاء، هادو كنشري وعاد بالوحده ب 4,000 وعاد هادو. يعني فاطمه الزهراء تدهور الحاله. اه نقطع الدواء تدهور بزاف، وانا ديما كديني الدنيا خايبه، كنفكر في الانتحار. كديني الدنيا خايبه، ما تنقدش نخدم لا والو، ما كنقدش نشقى ما نطيب حتى ما ناكل هنا. لا كنت بوحدي عندي لا تنفسه، ما عندي حتى حاجه. ما عندهاش دابا، اللي صقرتو كنجيبو للدواء. ولا هذيك المراه تعاود لك اللي صقرتو كنجيبو للدواء. نهار ما يطلقك ما تجي تلقك خاصك اللي صقرتي يجيب انت. والله الرانديفو راه لحم تعقرني وباقي بلا ما رجعتلوش، خاص الرانديفو الفلوس. ايوا هي مسكينه قاعده نمشي انا ندرع للسوق، نضرب السوق ونجي نصيبها جرا بدا مدوده. عاد ندير لها جو الخلقه ما تاكل، عاد ندير لها ما تاكل جو الخلقه ياكلوا. وعاده انا نسرح شو جو نتوضا وعاد نصلي. نسيت مرضي او وكنوض كنتفكر هذه لست مريضه. قلت ثلاثه جيت ست مريضه استعدى قول الخر ست دايره ماي شيء. هي فاطمه قلت لي راه صافي راه مرضت في الليل صافي فشلت ومت ومشيت بحالاتي. متليش صلاقه لكاع صافي، متليت نطلع لشقيه لا الوالو. الدار مع هذه سيمانه ما داز فيها الماء، راه باقا نيت ما دايش فيها الماء. والعوين لا عاونونا في هذه المريضه وهذيك الخالقه ربي يعاونهم ويتفضل عليهم. تفضلوا علينا يتفضل عليهم الله سبحانه وتعالى يشوفوا من حالنا. الدار راك تشوفي ريبه، الدار ريبه فوقي. رانا نصلحها ويني اللي صقرتو الدول اللي صقرتو. انا 25 عام في الراه
راه مرتي انا باقا صغيره، انا عبت من الركابيه بجري، ما تليت قديت على خدمه العيالات، ما تليت قديت على جفاف العيالات، ما تليت قديت على حاجه. هذا قصه الميكا من السلطان من ورا المرض السلطان، ما تليش قدرت على العيالات، مشيت للميكا خفيفه.